أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضلاً وليس أمراً، اشترك في القناة وفعل جرس التنبيه لكي يصلك كل جديد. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعروسين، الصورة عليها كتابة شعوذة وطلاسيم، وحسب ما هو متداول فإن الصورة وجدت مخبأة بإحكام داخل القبر بمقبرة في ولاية المسيلاغ. ونتمنى أن تشاركوا هذه الصورة حتى تصل لصاحبها ليتمكن من معالجة نفسه، وحسبنا الله ونعم الوكيل.